وهي ريهام حدا طماعة كتير بتحب تكسب شو ما كان التمن. مو مهم شو بيصير أو مين رح ينأذى بسببها، المهم هدفها. هلأ هي بالبداية كانت رفيقة نور، بتحب تدلل حالها كتير وصعب عليها كتير تشوف حدا مرتاح، ونور ما كانت بتعرف عنها هذا الشيء. عايف انتو بضيافة الريري؟ ايه بس لا ما بيصير. لا فيكن انتو تقوموا تسبقوني على السيارة، يلا لحقتكم. يلا اوكي مطلوبة. مصاري دفعي لكن مو من جيبتك، مالك تعبانة فيهم. صح نسيت خبركن إنه تجوزت، بس المفاجأة مو إنه تجوزت، المفاجأة مين تجوزت. مثل ما انكن شايفين تجوزت عمو عصام أبوها لنور. حورية والله حورية. لا ما بكفي هدول كلمات الغزال، بدي اسمع كمان. بتطير العال لك، والله بتطير العال. طيب وين أبوستي؟ لك لا هلا بيسعى للخد الثاني. يلا بس خلص خلص بس. سوري بيبي ماني عرفانة انك هون، بس انا لما بشوفه للبيبي ما بقدر مو 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 بقدر مو